هاي بيعاني حيوان الكوالا من خطر الانقراض بعد الحرائق الكبيرة يلي أصابت أستراليا ويلي أدت لوفاة أعداد كبيرة منها. كوالا موجود بغابات شرق أستراليا مطرح ما بتتواجد أشجار الأوكاليبتوس الكينة يلي بتتغذى من وراءه، وهو من أهم الحيوانات يلي بتشتهر فيها أستراليا إلى جانب الكانجورو. كوالا معروف بأنه حيوان منعزل وليلي، بيقضي حوالي 16 ساعة بالنوم للحفاظ على الطاقة. صغر حجم دماغ الكوالا عن السابق بسبب نظامها الغذائي يلي بيعتمد على وراء الأشجار وقلة حركتها. بيعيش الحيوان حوالي 20 سنة وممكن يركض بسرعة الأرنب، وبيمتلك بصمات أصابع مشابهة للإنسان. مين قال إنه تربية الكوالا كحيوان أليف منا ممكنة، مع إنه حيوان هادي بمعظم الأوقات إلا بوقت التكاثر؟ أنا قال، بشوفكم بكره.